السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكل خطير عائلي حشم يقولوا بالماضي بلي كان عندي مشكل مطلوب في نادي باريس سان جيرمان ومهارات جزائري. يا سلام، عندي ديلور عيط لك قال لك عندي مشكل من الدار ولا انتنسيبو ولا معلب. برافو على سعيد بالرحمه وقدم. وما تنساوش في اخر الفيديو رجعنا كالعاده والعوايد باش نديروا صوره لاعب اليوم. عندنا لاعب في اخر الفيديو باش تعرفوا على الصوره تاعو وتكتبوا اسمه في التعليق. المهم شكون باش يفوز معنا راح نشوفوكم، اسكو تعرفوا اللاعب ولا ما تعرفوش. والان باش نتكلموا على اللاعب الدولي الجزائري سعيد بالرحمه ولاعب نادي ويست هام الانجليزي. البارحه قدم مباراه رائعه مع نادي ويست هام، كان في اطار مباراه وديه تحضيريه للموسم الجديد. كما راكم تشاهدوا معنا هنا هدف سعيد بالرحمه بطريقه رائعه عن طريق مخالفه نفذها بطريقه جميله. برافو على سعيد بالرحمه وقدم مباراه جيده وجماهير ويست هام فرحانة بالأداء اللي قدمه سعيد بالرحمة. وما ننساش خليكم عاد اللقطة الفنية والرائعة من مهارات جزائري. يا سلام وهلا أروع، دارلو تيبو كما نقولوا. سعيد بالرحمة لاعب مهاري، إن شاء الله نشوفه الموسم القادم يتألق مع نادي ويست هام، وإن شاء الله المشكل اللي كان عنده مع المدرب تاع نادي ويست هام يتحل ونشوفه يتألق ويقدم مباريات جيدة، وإن شاء الله نشوفه أيضا حتى في المنتخب الجزائري يقدم الإضافة، رغم أنه جمل بالماضي عطاه فرص لسعيد بالرحمة، ولكن بالرحمة مازال لم يثبت نفسه في المنتخب الوطني، وعنده حاليا منافسة شرسة بين يعني يوسف بالليلي وبين اللاعب الجديد في المنتخب الجزائري اللي هو بلال ابراهيمي. ما نساوش انه بلال ابراهيمي يلعب على الجهة اليسرى ويلعب كذلك على الجهة اليمنى، يعني راح ينافس بالليلي وبن رحمة، راح ينافس كذلك محرز وادم والناس ورشيد غزال. نتمنوا كل التوفيق وهذه المنافسة كلها في صالح وفي مصلحة المنتخب الجزائري. رسميا أندي ديلور حسب الصحافة الفرنسية ديس سبورت، هذه الصحافة الفرنسية موثوقة وأخبارها دائما صحيحة مثلها مثل ليكيب الفرنسية، أندي ديلور مطلوب في نادي باريس سان جيرمان. وما ننساوش أن المدرب اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة هذه هو مدرب نيس السابق، حاليا ولا يدرب في نادي باريس سان جيرمان، والمدرب هذا قال لهم جيبوا لي أندي ديلور، يريد أندي ديلور في النادي. وما ننساوش أن نادي باريس سان جيرمان حاليا ما عندهمش مهاجم صريح، يعني مهاجم مثل أندي ديلور، يعني حاجة مهمة جدا صراحة نشوفها أن أندي ديلور خيار أنسب له أنه يتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان إذا تم التفاوض بينهم والأمور مشيت على ما يرام. نشوف أنه أندي ديلور يقدر يقدم إضافة كبيرة لنادي باريس سان جيرمان. وما ننساوش أنه باريس سان جيرمان فيه لاعبين ونجوم كبار ممكن يساعدوا أندي ديلور باش يولي هداف الموسم القادم ان شاء الله اذا تمت الصفقه بينه وبين باريس سان جيرمان. اندي ديلور صراحه لاعب رائع، انا يعجبني هذا اللاعب، بدنيا قوي وما ننساوش انه يلعب بكلتا الرجلين، يلعب باليسرى وباليمنى ويسدد بهم الاثنين، راسياته قويه ما شاء الله عليه، هذه حاجه اللي تخليه انه مهاجم من طينه الكبار. المهم باش نشوفوا معنا الان مصطفى المعزوزي تكلم على اندي ديلور واحد الكلام غريب جدا، وتكلم ايضا على جمال بالماضي اني تواصلت مع جمال بالماضي وتكلمت معاه. المهم كلام ما يتقبلوش الانسان العاقل، اسمعوا معايا. اريد تاكيد على المعلومه، هل فعلا قدم لك شروحات حول ابعاد اندي ديلور عبر الواتساب؟ لا لا لا، هذه يعني هو ما ماشي اكد لي شغل، انا ما نتواصلش معه يعني مباشره، كاين عن طريق الزميل عبود، يعني هناك معلومات باسكو انا اللي جبت المعلومه، جبتها باسكو على بالي بلي عطال كان تعرف في ريغلمون دو، انا كنت من السباقين على بالي بلي ديلور الملف تاعو اقصية، وهنا نعطيك معلومه كيفاش ديلور كذب كذبه بيضاء بالماضي، وكان عنده اسمعنا وقال لك اسمع كيفاش اوندي ديلور كذب كذبه بيضاء على جمال بالماضي، ولكن اسمع الكذبه اللي باش يكذبها المعزوزي، خطيره جدا صراحه بزاف، نيفو رديء جدا للصحافه الجزائريه للاسف. مشكل خطير عائلي حشم يقولوا بالماضي بلي كان عندي مشكل
خرج هذه تاع ما هو هذا المشكل؟ مشكل عائلي خطير ما تكلمش بصح كاين كاين لي بروب اللي صح تكلم الحقيقه وما نحكيلوش بالماضي وقالوا بالماضي بلي كان جوفي ميتر ليكيبلاسيون اونتر بارونتيز باش نربح بلاصتي هي باش يريك لي بروبليم تاعك دونك قنع بالماضي حتى هذا الوسيط يعني زاد قنعو اكثر هنا تحير هنا مخك يتبلوكا بالهضره تاع المازوزي قال لك ما حكالوش بالماضي يعني اندي ديلور ما حكاش بالماضي قال له عندي مشكل عائلي ومن بعد يجيك المعزوزي يقول لك عنده مشكل عائلي صح انت المعزوزي شكون حكالك حكالك اندي ديلور عيط لك قال لك عندي مشكل من الدار ولا انت نسيبه ولا ما على بالناش حنا خليك من الكذب وخليكم من التخلاط الهضره اللي ما فيها حتى فايده يعني بالماضي واندي ديلور المشكل اللي كان بينهم يعني حلوه وجمال بالماضي قالك لا يوجد اي مشكل بيني وبين اندي ديلور حاليا اندي ديلور صرح وتكلم قال انا جاهز وتحت امرت يعني جمال بالماضي اي وقت جمال بالماضي يناديني ويستدعيني للمنتخب الوطني انا جاهز لتمثيل المنتخب الجزائري بكل شرف يعني الصحافه الجزائريه بقاو حكموا موضوع دور كور خلاص صاي انتهى هذا الموضوع والنيفو تاعكم رايح ورايح يهبط غير بالكذب بدون اي دليل بدون اي شيء غير تتكلموا راهو عندي دليل راهو قال لي راهو صرح لا ما تقوليش قال لي وقال لك اعطيني مصدر انا كي تقولي قال فلان اعطيني مصدر الجريده الفلانيه اعطيني المصدر نشوف باش نامن لانه ما تقدرش دير ثقه حاليا في يعني في السوشيال ميديا كيما راكم تشوفوا الاكاذيب الاشاعات بالمئات والان وصلنا للفقره اللي طالبتوا بها باش نرجعها وهذه يعرفوها غير الناس الاقدام المهم صوره اليوم اللاعب تاع اليوم اللي لازم تعرفوه اللي هو هذا اللاعب صحيح صوره قديمه لاعب قديم جدا هو اول لاعب جزائري وعربي توج بدوري المهم ما نكملكمش وما نحكيش باش ما يروحوش ناس يحوسوا في الجوجل باش يعرفوه المهم شكون باش يعرفوه هذا الى عرفتوه هاو حقه لانه صعيب جدا ولكن لاعب مهم في تاريخ الكره الجزائريه المهم خاوتي وصلنا نهايه الفيديو شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه والاصغاء وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وتحيه الجزائر في كل الاحوال